يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من انحرف عن العقيدة السلفية يكون جاهلا بها، أم أن هناك من يزيغ عنها على علم؟ أم هل كل من انحرف عن العقيدة السلفية يكون جاهلا بها، أم أن هناك من يزيغ عنها عن علم؟ القسمان موجودان، منهم من يزيغ عنها عن جهل وهؤلاء هم أكثر الناس الضالين، ومنهم من يزيغ عنها على علم وبصيرة تبعا لهواه وشهوته، وهذا أقل من الصنف الأول. فكلا الصنفين موجود، من زاغ للجهل ومن زاغ للهوى والعياذ بالله. نعم.